بتصريح لإلك سابق تحدثت عن الركنة، انه في ناس وكأنه بتقصد هذا الأمر، يعني مش بس مجرد حظ او مش الدور ليا او حاجة، لا في ناس زي ما كنت بتقول قبل الفاصل انه في ناس بتستقصد تقعدك وتركنك. طبعا ليه يستقصدوا؟ ما هي منافسة، ما موجود، ما هقول لك على حاجة، الشغل موجود للكل، انت اللي بتأديه، انا غير اللي بأديه. صحيح، انت بتأديه بطريقة، غيرك بيأديه بطريقة. انت صح بس هو فاهم كده. هقول لك على حاجة، انا جوايا في قرارة نفسي انا ممثل عظيم ومهم وموهوب، وربنا حباني من اسمه البديع، ابداع كتير قوي لسه ما ظهرش وما تشافش لغاية دلوقتي. مين السبب؟ اول متهم علاء مرسي. انت؟ طبعا. ليه؟ الحياء ان انا اطلب صعب. انا عندي صعب جدا، انما اطلبي عينيا هديها لك وانا ما اعرفكيش ولا معروف عني، بمد ايدي طول عمري. طبعا طبعا، وتشرف، لانه انا ما اقدرش اقول لحد على فكره. ده كاركتر، ده طبع عند الانسان. تمام. وقفت جنب نجوم طبعا كتير. قدمت نجوم، قدمت نجوم، تسببت في كذا، تسببت في حاجات حلوه للناس، بس مش انا اللي بنجح ولا انا اللي بعمل، انا بساهم، انا بعمل خطوه تفتح باب، ولكن هو اللي بيكمل بمجهوده وشغله وكذا. طيب هو نسي علاء؟ طبعا. محدش فاضي لحد، محدش فاضي. انا اشغل بالي بعلاء ليه؟ يفكرني بالماضي ليه؟ علاء يفكرني بان علاء لطيف في القعده ونضحك وننبسط طول الليل، بس في الاخر في الشغل علاء ما يعرفش عنه حاجه. وعلاء لو جه عارف، ممكن انا اقلق من علاء ان علاء ممثل شاطر هيعمل المشهد بشكل فانا هيخطف الفيلم ويجري. ده فكر، ولكنه فكر جاهل جهول قاصر. انا مؤمن ان اللعبه بلياردو، بلياردو والبقاء لصاحب الخبطه، صاحب المشهد، صاحب الصدق. طب ليه ما نقول عمل كامل متكامل مع بقيه الاطراف كلها مع بعض؟ كل عشان ده كلام تعلمناه في المعهد وطلع مش على الارض الواقع. المنافسه شرسه، الاحتراف آفة. الاحتراف فيه فلوس وفيه شهرة ولكنه آفة، أما الهواية هي اللي فيها بقى المنافسة الشريفة وفيها كل الكلام الحلو وفيها الحياء الفني. طب قدمت نجوم وعندك أصدقاء وأصحاب وشلة، اتركنت الشلة. اتركنت يعني بنحكي هنيدي السقا، هنيدي السقا، طارق لطفي، صح؟ طارق، طبعا، كل دولت، أحمد آدم، صلاح عبد الله، علاء ولي الدين الله يرحمه. طب كلهم دول يعني في منهم نجموا صاروا أصحاب بطولات وأفلام يعني إيه؟ يعني إيه المقياس اللي أنت بتبيع بيه الفيلم؟ إلا إذا في مقياس اسمه أحمد عز فيه، عادل إمام فيه، تامر حسني، دي نجوم واضحة، نجوم صف أول واضحة، الله سبحانه وتعالى قدر لهم أن يكونوا كذلك. تمام، معك. طيب تجيب لي واحد بقى فنان عظيم بس ما هواش بنفس القدر ده وتقول لي أصل التوزيع اللي طالبه، ده كذبة كبيرة جدا. طب لو التوزيع طالبه، طب أنا مش طالبني ليه؟ ليه؟ أنا أسألك السؤال بقى، الإجابة عنده هو، هو الفكرة بإنه ما بستلطفش علاء. أصل المدام عندي ما بتحبوش على فكره. إيه؟ هل المقاييس كده؟ لا، حصل الكلام ده. طبعا. لا بجد؟ والله المقاييس كده، والله. في حد قال المدام عندي؟ المدام عندي الواد ده اصله ما بحبوش، اصله شكله بسطول، شكله بيشرب مخدرات، ده مجنون يا جماعه. اصل الجمل دي بتهدم. ومين بيوصل لك الكلام ده؟ والله بيوصلني. بتصدقوا يعني؟ لا، بيوصلني وعارفه انه بيحصل. واتقال لي في موزع رحمه الله عليه، جالي اعتذر لي قبل ما يموت بشهر، قال انا اسف على اللي انا عملته فيك. تصفيه ضمير يعني؟ قلت له انت عملت فيا ايه؟ انا عارف هو عمل فيا. فقلت له الله يسامحك وربنا ان شاء الله يتولاك برحمته، وانا شخصيا مسامحك، اقسم بجلال الله مسامحك. وانا على فكره انا مسامح اي حد، لان خد بالك هي دنيا وهتخلص. لو هي حقيقيه كان زمان الاستاذ نجيب الريحاني انت مستضيفاه هنا، وكان زمان الاستاذ اسماعيل ياسين. مين نجم زي دول بقى؟ مين نجم زي الاستاذ عادل امام؟
طب الاصدقاء الشله بتاعتك يا علاء يعني ما حاولوش يوسطوا انا اطرح اسمك لا لا بقى لا 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 يعني في عمل عاوزين البارت الكوميدي نتصل بعلاء ممكن يؤدي الدور ده فين المشكله؟ هنيدي اللي بيحاول يعمل كده معايا احيانا واحمد ادم بيحاول يعمل كده وعشان كده هتلاقيني شغال مع دول اكتر حاجه. السقه فين؟ السقا ما بيركز في المنطقة دي يعني السقا أعتقد أنه ما بيتدخلش في الترشيحات أعتقد السقا بيروح يمثل دوره وبتاعه وخلاص يعني ممكن على المستوى الشخصي لو حد قال للسقا علاء مرسي تعبان في حاجة عنده مشكلة عيان كده هو من أول الناس اللي تلاقيها واقفة على الباب الجدعانة عنده لأنه هو أبوه كان كده هو وارث بس بالشغل إيه الوضع؟ في الشغل هو ملوش دعوة يعني بالعكس عمره ما حصلش بالعكس يعني أنا, أنا 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 مثلا سمعت إن اتقال اسمي قدامه في عمل كده وهو ما علقش خالص يعني اتقال لي من حد بس هذا حد يعني. أنا أقول ده حد ده كذاب يعني طنش يعني على الموضوع ما علقش خلاص وخدي بالك أنا هقول لك على حاجة أنا رحت مضيت مسلسل مع شركة كبيرة ومضيت وقبلت بشروطهم المادية وانا ما بركزش في الامور المادية على فكرة لان انا عايش كويس انا مبسوط كويس مش غني بس انا مبسوط جدا على فكرة انا عايش كويس جدا الحمد لله بتشتغل عشان بتحب الفن انا بس انا مبسوط يعني لو انا ما اشتغلتش مش هموت من الجوع خالص بالعكس طيب وفي نفس الوقت مش هسافر باريس يعني معادي يعني طب وبعدين حصل ايه بعد اسبوع طلبت انا اتكلم مع المخرج فقالوا لي ده المخرج هيكلمك اصل عايز احكي معاه شخصيه كاركتر لطيف فقالوا لي اكلمه ما بردش اسجله على الواتساب يشوف ويسمع ومفيش مفيش حاجه هي مخرجه على فكره مش مخرجه فجاه لقيت مدير الانتاج او مساعد مدير الانتاج قالوا يا استاذ علاء احنا اتغيرت انت الدور ده اقرا دور حامد انا حنبول يا حامد يا ابني انا حنبول يا حامد طب حاضر المخرجه غيرتك خلتك الدور ده قلت له تمام ممكن اكلمها انا عايز اكلمها احنا انا اتربيت في جيل العظماء بتكلم المخرج عشان ايه انا اتربيت في جيل العظماء انا اتربيت في البروفات طب وحصل ايه ولا حاجة ما ردتش خالص هي عليا وفجأة ببص على حامد لقيت حامد يدخل حامد بس وحامد ما بيعملش حاجة دخل ووقف ده الدور؟ في كل الحلقات ده الدور؟ طب بعتيلي ليه؟ هل أنت شايفة إن عناء مرسي ممكن يجي يعليلك المنطقة دي؟ أقدر بس اتكلمي معايا اديني دخلة وأنا قادر أنا أستاذ ارتجال وأستاذ كتابة وأعمل كل حاجة على فكرة بس قولي لي ردي عليا ما تردش يبقى انت عايزه بس علاء يدخل وخلاص طب ليه جايبه علاء ما تجيبي اي حد معاه ليه كان بطوله مين العمل ده بطوله نجمه من نجوم الشباب اللطاف جدا حد من اصحابك موجود معاهم لا ما هم اصحابي بس انا من الناس اللي بحبهم يعني بحب هذا النجم جدا عادة. احمد ادم كيفه معاك بالشغل ادم بيحب ان اشتغل معاه ومؤمن بيطرح اسمك بيطرح ولو طارق لطفي طارق لا ما حصلش حاجه طارق صديقي وحبيبي ولكن عمري ما اشتغلت معاه ولا انطرح اسمي ولا محمد سعد طرحني ولا بقول لك هنيدي ادم في مين تاني مش عارف اللي بيطرحوا اسمك بس في مخرجين بقى يعني أصدقاء. بس من الشله كلهم بس الاثنين دول هنيدي واحمد ادم واحمد السبكي احمد السبكي ده اي حد بيعمل فيلم يقول له هات علاء مرسي تزعل مش بزعل لان هو مش في ايديه انما لو عمل هيبقى في ايديه فانا هحس ان صاحبي في ظهري انا مش محتاجه بس قولها بس الفكره قولها انا بطرح انا برشح كميه بشر خاصه في الدول العربيه